يعني الشكل مع الصوت لحالهم حكاية، وحتى أكون صريح معكم هذه أول مرة بشوف هذا الكائن، أتوقع أغلبكم أول مرة بشوفه، عشان كذا إيش بنسوي بمثل هذا الموقف؟ نهربه صحيح؟ البداية هذه الحشرة هي نوع من أنواع الخنافس ذات القرون الطويلة، وفي حوالي 35 ألف نوع من هذه الخنافس، والنوع اللي ظاهر بالفيديو هي الخنفساء الآسيوية طويلة القرون المخططة بالأبيض. تتميز هذه الخنافس بشيئين، واحد هذا النوع لا يحب أن يلمس، ولهذا السبب يقوم بإصدار هذا الصوت المزعج. وثانيا هذه الخنافس خطيرة جدا، لكن مو على البشر، خطيرة على الأشجار، لأن يرقات هذه الحشرة بتتغذى على أنسجة النباتات، وهذا بيؤدي إلى تدمير الأشجار. وبسبب هذا النوع من الخنافس يقدر حجم الضرر بمبلغ يفوق 600 مليار دولار. بشكل عام هذه الحشرة غير مؤذية للبشر، لكن لو حصلوا شفتوها لا تلمسوها، لأنها ممكن تقوم بلدغك دفاعا عن النفس، ورح تسبب لك بعض الألم والإزعاج. أتمنى هذا الشرح يكون فاتكم، وسلام.